From zero, I think. Yeah, I just read all other majors is in this and this world too. This isn't so bad. Zolain! Okay, so wow, already 47%. Zolain will be taking the mic now. See ya. Okay. السلام عليكم زلين وياكم مرة ثانية. صحيح هذا الجيم تاك؟ سكارلت. هو عادة يكتبه بالسي واليوم اصلا مسمي عمره يوسف ما اعرفه صراحة. اوكي. انا مستغرب من الدي دي دي ماله صراحة. ليش؟ ما انا احس دي دي من اللاعبين اللي سيئين جدا. ما اعرف. ليش رايك؟ ما اعرف صراحة. ما عمري جربت الشخصية ابدا. صدق؟ يس. اوه غريبة انت ما جربت شخصية. ترى في شخصيات حد عموما يعني انت احس ما جرب الهافيز يمكن الهافي دونكي خلى عصب هي دونكي لانه كول وبعدين الكل يحبه يعني جرب شارجات لو سوى ابتلت كان بيشل ستاك انا لاني وايد العب ويا دي دي ديز هي شي عارف دي 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 هو كولست هافي جاي صراحة كولست هي بس هذا اللي كان يتكلم عنه اليوم ما سوى ماش على فكرة اتوقع ما سوى ترى وايد صعب تسوي منها ماش هو احسن انك تجرب من انك ما تجرب هي هي هي. اكيد بس بعد على حسب انت منو انت منو كشخصية ولا كبني ادم كبني ادم اوكي شي حسيت في كلاس ما اعرف زين انا وايد يعني افتخر بالماش ابيلتي وايد هو صراحة انت وكيلكس اكثر من شفته يسوون ماش بيننا يعني ماشينج وايد مهم صدق عادي حد بيسوي لك باك ثرو بيفوز بس سوي مثلا 3 باملز خلاص ضيع ضاعت يعني شور كل ضاع رن وايد حلوة شكرا تيم تمبست 8 بت باوزر سيركس ما اعرف وورد 8 سوبر ماريو 3 دي وورد I think it was a circus. Hey, hey, what's he? عموما نرجع الجيم دي 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 مو قادر 0144 ضد دي دي وعايشة شنها؟ شو صار؟ ها سوى سلبي بدال ابي وانتحر ايه على فكرة اسرع فاست فول في اللعبة اتوقع منه دي 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 صح بعد لينك؟ بعد لينك؟ لا اسرع فاست فول لا مو فاست فول فاست فول خلنا نشوف كروغانا هامر يلا كروغانا حلو يا اخي اسم كروغانا ها اوكي ال دي 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 الثاني باوزر اوه باوزر هادي باوزر كول بعد لا باوزر ممتاز باوزر باوزر ممتاز لكن دي 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 از ذا ترو تشامب دي 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 شو تحب تشوف دي 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 يلعب اوفر باوزر دي 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 اوفر اني ثينج اكسبت الاي شوف انا في شيء واحد زعلان صراحه انه غيروه عن باوزر شو هز داش انيميشن اول كانت وايد كول لا لا لا, لا والله لا. كانت وايد باد اس احسن شيء بدلوه احسن شيء بدلوه في باوزر داش شوف هو الحين حلو انه هو اسرع اوكي يعجبني هالشيء لكن والله كان تخيل يسوي داش دانس بالهذاك كان التانك هو كمان كان وايد عود ترى كان بزيادة عود وهذا فول سبيد فاست فول سبيد صح السكند كينج دي 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 ذا سكند بوكس الاول اسرع فول اسرع فاست فول باوزر سماش فور الابي ماله من احسن الابسيدز اللي عنده فريم 3 تغطي معظم الليج اوبشنز انت قصدك اوت اوف شيلد حلو ما جاب السبايك لكن ذبح حد اوت اوف بس اللعبه مو وايد يعتمد على الجراب بس مات اوكي ما بقول فكره جراب رينج بيفت جراب باوزر احسن من رينج بيفت جراب دونكي بيفت جراب باوزر شي تحس نكته صدق هيك انا ذيك المره حطيت فيديو ما اعرف اذا شفته او لا لبوزر
اللي فاينل ديستنيشن كانت مات ضد باوزر. هي 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 بس طلع انه في سبب ثاني. هي انا كنت مسوي قراب بس يعني ستيل ات لوكس جلتشي. هي هي تصير تحسبها يعني صدق تحس ما في اي شيء من الهيت بوكس او الجراب بوكس يوصل. لكن شيء في تيليبورتيشن نفس المودز هذا اللي طالع حقت مارث ولا شيء توصل عند يد باوزر. على فكره الحين باوزر قريب يفوز. ما قريب he's less likely to die يعني. يعني اذا اظن يحتاج 10% 10% عشان نفس ما اشتغل اتوقع ابير باكر. اوه اوه سؤال ليش ترام هي لانه هو هي هو خط يعني سحب نفسه بعد ما هو مسك الحافه. انت تعرف ان الاثنين يقدروا يمسكون الحافه عادي. اوكي شيلده ولا شيء الحين. جراب اتوقع تذبح. ما اعرف وايد غريبه ريدر بس اوه ارلي. يمكن لو راح باوزر من اول جيم كان ما اعرف